وفتي يو هجامين يو أجاسيما جودة وسارة جديد كا يو هرمارين تجدد كالسومالي لان عمر سيد عبد الله يادن وبريه ودن بيجي هولا شقوا وتشوقي جبل كسنة جايا كور ميري إسلامر كاسنا حفيز عصب كصوفري دقمة ميري جبل كسنة وحنا أجاسيما يو وفتي دو هجامين يو أي أوكر جلين حالة دربتا أي كتاجن دقمة داسي يدوي هل كاسنا كسر دويين ماير كدقمة ميري حسين عبد الرحمن شيخ سعيد ميري يحمنا كم إذا عيدا كحباء جبل كسنة كور بحيي باهيدا لو قبي حفيز كان عصوبة هالكاسي لغا فري أغاسمها إيو أغاسمها شكالا إلا سعودبا نحن لا نحيكو سولو هذا دقمة تاريخي دقمة ميت آدياد بانو فرحسن نحيماتي كان نوتي مادين وانا إذنكم أحمليين إلنا وانا سولو وينين أغاسمها عصوب إيو أغاسمها شلا سعودا وفتدو هقامل إيو أغاسمها كاديد كيو دوينكا إيو عصوب وان آد بانو مهندقين أو أغاسمي قهر ريي ina soo booqday degmada Mayd waxaan leenahay waa degmo taariikhiya waa degmadii laga ulkamay ku soo dhawaagaasime oo ku soo dhaweyn oo kula shaqeyna hadaan ay ka ciidan ahaan iyo hadaan ay ka degmo ahaanba waxaan wasaarad ahaan halkan ujeedadaan u nimi waxa weeyaan inaannu soo kormeerno soo indheydheyno xaaladda ay ku sugan yihiin gaadiidka badda ee degmada Mayd wasaaradu waxay ka shaqeynaysaa waxay u aasaasantay inay ka shaqeyso saddex dibaarmano waaweyn waaxda gaadiidka cirka dhulka iyo badda safarkaygu wuxuu daaran yahay inaannu warbixin ka siino maamulka iyo ciidanka baddaba roolka ay wasaaradu ku leedahay waaxda gaadiidka badda oo iyadu ah cidda aanu xil wasaaradu qaranka ugu xil saaran sidii looga shaqeyn lahaa sidii loo horumarin lahaa gaadiidka isticmaala badaha shuruucdooda iyo xeerarkooda عمر سيد عبد الله آدم أقسم أجود وسارة جديد كي يهرمرين تجدد كالسومالي لان وجب الجبدي كرمير كاسي كهذا أي صو هذا القاضي مهمة اسمها وضد تبع أي قبل كسنة أقول هذا هي السومالي لان قدر لهون إن نحد عمر لولا كل متونة إن شاء الله تعالى جديدة تبوليس كوضد تبع وهل كان حارون أيوت هاي أرنتي أو ليس كوا حقوق ساك السودي وطنا وأرنتي ودادي هذا التاريخ مهم نوعا قبل كسنة جي حبتي سكحرية إن شاء الله ويجن وصورة صندونا مدام وسارد وأيتها وسارد الجديد كي هرمريت الجديدك وحنسليك دونا إن شاء الله بالسدي ودوا أيوة الشخين دونا وزارد ييجو يوحى لقى قبل كرا وطنا هذه أربعة أرنتي مرة هذه مرة تحد بقوم هذا علنية حفيز كينو فرنا وزارد كل هاي كل يلا نستبيس كستحات تجمد wada shaqeyn doonaa insha Allah la yeelan doonaa dhamaan laamaha amniga iyo maayirka ee halka jooga dhanka kalena agaasimaha guud iyo waftigiisu waxay kormeer iyo indheyndheyn ku mareen xafiiska wasaaradaasi ku leedahay gudaha magaalada Ciirgaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ciirgaabo